اليوم كان يعني كاين واحد العجز وكاين انعدام ديال الادويه الهرمونيه داخل المركز محمد السادس لعلاج مرضى السرطان منذ 5 أشهر. اليوم حنا بغينا الادويه توفر داخل المركز، بغينا هاد لي رونديفو ديال لي من لي سكانر لي راديو ما يبقاوش يكونوا 4 شهور 5 شهور عاد تعطيه رونديفو ولا شهرين. حنا بغينا هاد المريض يجي ويحسوا بالحاله ديالو، يعرفوا ان المرض ديالو ما كيتسناش، الدواء ديالو خصو ياخذوا في الوقت، الراديو ديالو ولا السكانر ديالو خصو ياخذوا في الوقت، وبغينا كل المسؤولين يهتموا بهاد المرضى. عرفتي الاخطر ما في الامر انه لو كيصيفطوهم سير خذ رونديفو من السيبان، كنت تقدر تلقى السيبان مثلا هذاك الرونديفو ما خداش لك وكيعطيك ورقه كيقول لك سافر الرونديفو ديالك كاين، هما اللي كتجي من بعد 5 شهور 6 شهور كتقول كيقول لك وسير عاود خذ الرونديفو. هاد الناس كيتسناو فيهم يموتوا، حنا ما بغيناش نموتوا بالسرطان، بغينا نعيشوا وبغينا السده العاليه بالله يتدخل في هذا الموضوع ديال مرضى السرطان باذن الله. بغينا الأدوية توفر داخل المركز لكل مرضى سرطان، بغينا لي رونديفو يكونوا في الوقت يعني معقولين، يعني ما يديباسيش الشهر، مريض سرطان ما كيتسناش. بغينا يعني إن شاء الله مساندة ديال المسؤولين كاملين من أجل مرضى سرطان.